يو من يلعب الدنيا سخنت وبدي العرق جيني يدي انا برجولية ما يكرزني كان الشلاجك يتعرك في سيني ونبدأ نمشي وهي تبدأ تعفط انا نبدأ نمشي وهي تبدأ تعفط برجولية ذي حلها صاحبي واحد يمشي يعمل قهيوة عند العو ومنه يغسل ساقية وشلاجته في التواليت ويتبرد شوية في الكليماتيزور ومن بعد يمشي يروح يقير في الدار هذيك هي صح صا 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 سلام عليك جيب لك حاجة تشربها حاج كبسة خفيفة عيش ولد الزيب شو 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 كيفاش حاط يدي تحت الجبة يطلع شي يخرط فيها هذا صح الله يبينك بابا الحاج ولا عيب عليك ولدي ان شاء الله ربي يهديك وكهو يا دي صلي على النبي قال له عيب عليك ولدي علي ش عندي قلت لك يا برا ولدي برا جيب اللي قلت لك عليه ابارتومون صاحبي الحاجة هذيا شادة عنده يحب يني كسرافك على الصباح احشم عاش ولدي راني قد بوك يا شبيك يا حاج اش عندي قلت لك باش نجيب لك كبو صاخي ايا برا قلنا السلام عليكم والتسامير يقتحم يا تسامير اقعد يا تسامير اقعد صاحبي اطو نجيب لك قهوة يلعو صاحبي برس ميمتك حضر لي قيوة خل ندخل نغسل ساقية في صح في التواليت ونجي يا تسامير صح اما تغسل ساقيك متاعك يا دي تحكي بالرسمي انت توا يلعو صاحبي ساقية عرقانة وشليكة تتزلبت صح فيا كاملة وهي تعمل خلو ندخل تك تك صاحبي نغسلها ونجي يا تسامير صاحبي قد ما ريت عجايب وغرايب صاحبي في القهوة هذي برجولية صاحبي التلالة متاعك عمري ما ريتها في حتى بلاصة قالوا شليكة عرقانة باش ندخل نغسل ساقي جيبها معاك صاحبي فوطة وكاسة متاع حمام وادخل صاحبي يدوش وتعيط لي صاحبي تنحك لك دارك نورما من انيق هذاك تغسل ساقيك يا تسامير اشري صح هون على ساقيك اشري صاحبي دبوزة صافية وخرج صاحبي اغسلهم على المادة صاحبي قدام القهوة زرزقني صاحبي طوانيت والدنيا لهنا يرحم والديك يا تسامير هكا يلعو صاحبي تحبني نغسل ساقية بالصافية يدي حتى من الحرام حرام هذا تو برسمك هذم ساقيين يلعو باش واحد يخسر عليهم دبوزة صافية قل لي برسم يا تسامير اقعد صح اقعد شد الطاولة صاحبي وقعد ولي شي صاحبي توا ليه بساقيين وتسامير انا مسيب الخدمة صاحبي ومركزة مع وتسامير باش يخسر ساقية بالصافية ولا باش يخسرها بمية البير اقعد يا تسامير شد بلاصة صاحبي وقعد يلعو كي ما خلتنيش صاحبي ندخل نغسل ساقية في التواليت حللنا الكليماتيزور صاحبي خلينا نبردوا شوي يا تسامير مهبول صاحبي يدي مزير بكري صاحبي على الكليماتيزور يدي سيئة يا صاحبي دخلنا في السيف ما تقوليش ما في بالك شي يلعو اقسم بالله دخلنا في السيف سيئة صاحبي تسامير يا صاحبي راك بديت تعمل لي فلقلق يا تسامير خلي صاحبي تتعبى القهوة اتوا نحلوا الكليماتيزور اما صاحبي باش نحل الكليماتيزور على خاطر زوز من الناس ما تجي يا صاحبي ما تخلصنيش البيع هكاك يا صاحبي تخلص معايا انت صاحبي الفاتورة تدفع صاحبي 1200 اكسبريا صاحبي تحب تتبرد صاحبي ب 10 غنيه ما تجيش يا تسامير يا صاحبي من لا منظر من اي كسبه انت شبي عامل في روحه هكا وغزر لحيته صح عامل الثيرة في لحيته صح اخر له فيه وغزري هدي وحاشي يديه في كرارزه يا رسول الله والله لا تحشمها نعم بابا الشيخ شنية قلت توا قلت لك والله لا تحشم يا شيخ ظاهر فيها شدة عندك ان شاء الله ربي يشفيك وكهو تتلكش على عبد توا حكيت معاك دورة بيك يا رسول الله نجم ناخذ من وقتك 3 دقائق يدي زيد صح العربي حكيت معاه 20 ثانية واللي يحب ياخذ من وقتي 3 دقائق يا خويا كان باش تنفعني مرحبا بيك كان باش تضيع لي وقتي شد بلاصتك وخرج من مخي يا بابا الشيخ بتبيعة باش ننفعك يمالك الحكايه هكا تفضل مرحبا بيك وهبط قهوه على حسابك وقهوتي زاده على حسابك ما دامك باش تقعد بحنا ولد سامير نقدم لك روحي لا حول ولا قوة إلا بالله شيخ وعطاي هكا يا شيخ هكا لحيتك تكتف بهيم وتعطي فيها ربي يسترنا يا شيخ في بالك اللي أنا نجم نقرأ لك أفكارك يدي صلي على النبي قالوا تقرأ الأفكار يدي شيخ وتحب تعدي على ولد سمير قوم 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 شيخ لنشدك من لحيتك ونبدأ نجري بيك في القهوة الكل من الحكي هذي تحكي فيها وشنية خاسر انت جرب قول حاجة في قلبك وتو تشوف كيفاش نقرأ هيل يدي تحكي بالرسمي نقول معناها تو نقول حاجة في قلبي هاي قول اللي تحب عليه في قلبك وخلي الباقي علي انا ياه ومن لا لعب شيخ وبشولت وليثة وزيد يقرأ الافكار ظهر فيك تحبني نوريهولك يدي صلي عني بي ما تقول هالكلام يا شيخ برسمي انتك سمعتي شنو قلت تو في قلبي شيخ وعطاي وزيد بشولت وليث يا سيدي الشيخ العطاي برس سميتك كيف فيها الفاز حب نولي نقرا الافكار حتى انا برس سميتك نورني برس لحنين نورك اما على شرط لازمك تعطيني اي يا سيدي الشيخ العطاي استوي قلصونك قالوا لازمك تعطيني بالك تستخاير روحك تحكي مع ولد سمير العطاي ريد مديعي ما نعطيها لحد صح نعطيها كان المرتي نهارخ يا ولدي شبيك فهمتني بالغالب
تعطيني فلوس باش نعطيك ورقة من نبتة البعبونس. يدي شنو هي هذه نبتة البعبونس؟ النبتة هذه تاخو منها ورقة وتحطها تحت لسانك، تمصها بعد ما تكملها تولي تقرأ أفكار الناس الكل. يا خويا هي تعطيني وريقة انت نجربها، كان مشيت معايا وجوها بي بقدرة ربي باش نجيب لك برشا كليونات. بالله عندك برشا أصحاب ينجموا يشريوها. يدي ظهر فيك مازلت ما تعرفش ولد سمير. معارف ولد سميرة قد من هنا لهنا بقدرة ربي سلعتك الكلها باش تتبيع. يديش بي يدي ما تعرفش ولد، يدي في كل حومة دور تلقى مكتوبة على حيوط ولد سميرة يقتحم. أنا واحد من الناس ننصحك برا امشي زيت أزرع من شجرة البعبونس، خاطر الكليونات باش تبدا عليك بالصف. باهي جد هذا حطها تحت لسانك وابقى مص فيها لين تذوب. زعما يجيب لي الكليونات ولا يحشي فيه حب يعقب علي. هو منظرك يجي تشوف مش بتاع واحد باش يعقب علي. ابيض ياسر حسه امه متوحم على بلانش نيج، ياسر يشبه لها. يا سي الشيخ العطاي قوم نيك بالروح، قوم صح ولي تجبد في العزوزة، قوم صاحبي لنيك نركح فيك بالكف. قلو لا قلو امه متوحمة على بلونش نيج. هدي تعرفها سميرة مش تجبدها. هاي سي بون هكي تهنيت عليك. هاي كان سحقيت حاجة تلقاني في الجبل بحث داموس سميرة. داموس جعب عمتك في شقالة بلاستيك، قوم نيك بالروح قوم. ولي تقرأ الافكار يا سميرة برجولية توا باش نعرف اصحابي على حقيقته. يلعو يا سمير شبيك صح عيط لي. يلعو برجولية تو غدوة خلصك فيها القهوة، نسيت ما جبتش معايا فلوس. يا سمير تو هذي حكي يا صاحبي تحكي فيها. يدي عادي صاحبي عادي، رنا اصحاب وعشرة سنين يا سمير. يا ولدي زيد معاك هاي الاصحاب ولا لوح. برجولية وتصاميرة هذا عيشة مريكة معاه، ما يحشمش على روحه، ما عندوش حق قهوة. يلعو شقولت صاحبي شقولت توا. يدي اش عندي قولت يا تصامير؟ قلت لك صاحبي ما بينا اثنين صح وخايين. برجولية يا تصاميرة من لا خيشة صح، عندك خيشة صاحبي في وجه، كثرت على ما وصاوك يا تصاميرة صح. كل شيء بلاش ويفي صاحبي بلاش، القهوة بلاش، تحب تغسل ساقي وقتاش يقلب منظره من هنا خلنا نرتاح منه. عبارة قلنا السلام عليكم احترس الزبا يفترس. يا جبا صاحبي ايش جبنك صاحبي حشتي بيك. وعلى الزبي هالسبيح لمنية كذية والثمير ثار حكيته، يبسي كحبني في سيجار ويبسي قولي خلص لي قهوة يبسي نيكني في فلوس. حتى انت يا جبا من لا لاعب يا صاحبي يا ثمير صاحبي لهالدرجة طلعت محروق انت مع العباد الكل. فين يا ثمير ما قلت لي صاحبي فيه حاسك بيا اذكي اني نسمع فيه. يا جبا برسميتك صاحبي عندك شي حق قهيوة تو خد ورجع حيل. اقسم بالله ثمير مقينا صاحبي انا في بالي زيت بس نركز بحديك بس نترسف معاك من القهوة بتاعك. يا اخي صاحبي هاك عطر مما القهوة في درزين. يا جبا خسارة صح ما في باليش بيك جي ولا راني ترشفتها في عقد. اقسم بالله يا سمير لا ترى مني دورو قالوا تو الرزع لك احفظناها اللغة هذه. ديزا عندي 20 دينار ريت منظرك حلفت بسم نصرف هذا. يا جبا اش قولك صاحبي تصرف لنا اكل 20 دينار. يا ديما 20 دينار يا سمير صلي على النبي قالوا 20 دينار. انا عندي 20 دينار يدي انا كذب عندي 20 دينار بس تلقاني ركس لهنا. بيه يا جد بيه صح هاني ماشي وقعد فيها. يبان يا كذاب يا تاميره سبيك صاحبي بتقينها وتخليني وحدي. تقوم نيك يا تاميره ريح السد يهز ما يرد من اللي ريتك ما ريت خير. كان الهم ديما تهبط في الهم وفي المشاكل. كان الفقر هيت دينار هيت حقاه وهيت سيجاره طيب ذبوب كثير نيك. يدي هذا جبا اللي حاسبه صاحبي وعشيري يحكي عليا هكا في قلبه من لا لعب يا صاحبي. برجولية نتصور القفسي قلبه خير من الجبا بياسر باش نمشي بحدا صاحبي القفسي هنا توا. هيا جبا صاحبي ملتقانا من بعد نتقابلوا من بعد. باهي تميرة كلمني صاحبي كلمني على التليفون. نعرفك يا تميرة منيك صاحبي وما تصب سلايد في التليفون هذيك عليه قلت لك كلمني على التليفون تكليفة بسخامة هذيك. يا جبا اقسم بالله صاحبي ما نصب لايت على خاطرك اليوم تو نوريك كيفاش قلت سميرة منيك عليه ذليتونا لهنا. ايا يا جبا انستو صح فيك غرستو يا سميرة برا سيسي روحك يا سميرة غرستو يا جبا في جعب عمدك ذيب اثبية وسميرة قرا معايا بالحاسية يا ذيب. يا شلومة ما قلتليش صاحبي وين قاصد ربي ولا يا سميرة شعبي انا قاصد ربي للشوق شعبي شنعمل الفريب القشي طرف قشك هذي ماك تعرف شعبي شي في جيه جيبها شعبي شوية شوارد شوية مري ونوش كده فهمني شنيك شاكوش بانانا وجيبي اكيد شايفي كشكير ودي ما يمشي شا برس ميتك يا شلومة تلقى مري والمكتوب عليهم الوامر كيما المري اللي نلبس فيهم برس ميتك كان هكا صعب ياخد لي مريول
وده ما خلصك فيه. قمر دبيلك دخولي نمره 69، دبيلك من 69 يا شلو. جيبي وتشاميرة يا ده شعبي، ما عمشي نحن جكم الشرع دي ما ينشنش، وين ماشي وين جاي دي ما جيب لي معاك، خذ لي معاك تو الرجالة جيب جيب ربي غيبت عليه. تصور شعبي كله مشي يقابل في شحب، اقسم بالله ما يدخل في شبوك متاعي ويمشي شعبي، يبقى يلوش فيك الجامعات لين يلقاها شعبي ويبعث لها في داشو ويقول لها راهو شنو هذاك منيك وحكي عليك بالخال. جيب جيب العباد هذا وشعبي ما تسوي شيء قدام. امار يا شلومه، حتى انت يا صاحبي دحان القفصي عندك ما تقول في ولد سميره، حتى انت يا شلومه ميخو فيا باي. انا يا سميره شعبي ما تخمم شعبي، ريت ريت شعبي كان عرضوني في الفريق بالمريو بتاعي، تو انا اخولك شعبي واحد ولا جوج. يا شلومه برا يرحم والديك صح، هاي الاصحاب ولا لوح. ما احلى جيبي هابط للشوق نلوش في مريول وتشامير، شخانة نيك وعروقات وجيبي نوشع في بالي ونفرش باش ناخذ مريول وتشامير، مرة تشامير هنيك شاه. يا رسول الله، اصحابي اصحابي لحمي ودمي 10 سنين اللي عندي فيهم الثقة يعطيولي فيه في قلوبهم، قديش الدنيا خيبت. تشامير ما قلت ليش شعب، وين قاشد ربي انت؟ والله هاني يا شلومة ماشي لك القفصي باش نشوف قلبه وش فيه من داخل. قعدت لي كان القفصي، عندي ثقة كان في القفصي. جيب يا شميرة شعب، واللي تخدم جراح شعبي تشوف تشوف في قلوب العبيد شنيا فيها. ريت يا شلومة ريت صاحبي، دارت الدنيا ولد سميرة ولا جراح؟ اي جيب جراح جراح كونش من ديالي يا جيبي، قالوا جراح. انت جيبي ما تجيش حتى جبورم قطنة جيبي نتاع جراح جيب. اي على شنيا يا شميرة شعب، نجم شعبي تولي جراح، مش خير منك شعبي جراح. يا شلومة روح ميت صح برا صاحبي، بدل النهج برا نيك نهج اخر واخرج من المخ. ادي ادي جيبي شبيك تضرب يا شميرة نبي يا شعبي. نضرب يا شلومة نضرب صح نضرب وتو دخلالي فيه برا صح، انطلق يا شلومة. اقسم بالله يا شميرة ما نحشي لك عند القفش، نقول لك كيفي ريتني ضعيف ما نجمش ندافع على روحي، تشوف يا شميرة اتو دخلالي فيه انت والقفص نتاعك يا شلومة، انطلق صح. ابعد يبعد يبعد نيك من قدام. تفضل اش تحب يا نعيمة؟ يا عمو القفصي بجاه ربي عيطي للقفصي حاشني بيه. واش خص كان جاي عندي شعر كيما شعر ولد نعيمة؟ يا حسرة على شعري، شعري كله طاح. يا رسول الله، حتى عمو القفصي سيك في الدنيا وسيك في الكبر حاسدني على جرد حكيكة المعونة اللي فوق راسي. يدخل ادخل، والقفصي راكش في الصالة ان شاء الله يحشم على روحه ويقول لي ليه ميسالش عيط له هاني برا. على قحبك يا عمو القفصي، نيكم وما ندخل برا يرحم والديك يا عمو القفصي. اي بعد 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 خل ندخل. ما صح رقعته نايك خيشة بتاع مسحان في وجهه. هاي تفضل 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 يا نعيمة، الدار دارك. اي وينك يا سميرة لبس عليك كسبة صاحبي، جيت للدار ان شاء الله خير. يا القفصي تهنى صاحبي، ما فما كان الخير، حبيت نضل عليك وبرا صح. ايا بنك بنك يا سميرة، خل نجيب لك حاجة تشربها. ايش نية تحب نجيب لك تشربه يا سميرة؟ لا محالة يا سميرة، عنا كان الماء في الدار. يا برجولية القفصي قلبه بيه، كان جي عنده جو راهو جاب الجو. يا القفصي صاحبي جيب لي كويس ماء فيه البركة صح. ايا الحمد لله هاي سلكت، الله يبارك يا سميرة. ايه ما قلتليش يا سميرة، علاش جيت؟ ان شاء الله ما يطلعش جيب شوف تربح دينا، واحنا مطيبين قد قد لحمة ليا ولحمة البابا، منيكة باش نتناكو في لحمة جراير ولد سميرة. حتى انتي القفصي صاحبي تحسب فيها صاحبي على جرد لحمة؟ انتي درجلتيني كنت نشكر فيك وعاقد فيك النوارة يا القفصي. يا دي قفصي شبيك صاحبي مفجوع من بكري تقولي على الجيت؟ انتي كيكا صاحبي متعدي قلت نعمل تنة على صاحبي القفصي، يا اخي ماناش اصحاب احنا. والله يا سميرة فيك الخير صاحبي انت. هيا يا سميرة وقتاش ناوي تروح؟ خنحطو نفطر وانا وبابا جعد، ملقيت ما تجي كان وقت فطور ما قل تربيتك. افيت 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 ملا ريحة ساقين عليه، كيقدر عليك ربي البس سبيدري وكلاس مش معريهم هكيك مهويهم والريحة تنيك. ليه الدرجة يا سميرة ريحة ساقيك نيتنا صاحبي؟ عملت الفضح يا سميرة، يزمك يدي يزمك تقصهم ساقيك يا سميرة. يا القفصي مريقلين. ايه يا بابا مريقلين جونا بيه. محسوب جدت عليك لغتي برجلين، لغة هذيك فماش ما يقوم يقلب منظره علينا. تو هذا منظر يا القفصي مدخلهولي للدار، انا في بلاستيك نقعد نعس عليه من اللي يدخل لين يخرج. الاشكال هذي حتى البيلات نتاع الكوموند يتفت فيهم. امان يا عمو القفصي رديني سيرك، وشني عاد باش نسرك بيلات نتاع كوموند؟ الله يهديك يا عمو القفصي، شي يقول فمي يدي شي يقول قلبي مش فمي. هو كي تجي تشوف الفرخ ولد نعيمة هذا
ابيض الهم ابيض حتى من الحليب، زعما نتلى في القفصي ونجس ويدخلش معايا للبيت يشاهي ولد الحرام ينعم بوزينو. الزيب يحكي بالرسمي هذا، هذي هولي ويصنطوا في هذا يا مش لعب. ولد سميرة عز الناس يا القفصي، اي برا 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 للكوجينة يا القفصي، حط لنا الفطور خنفطروا مع بعضنا جميع. اش قال ولد سميرة البيوذي؟ يا القفصي يا صاحبي ما تعبش روحك، هاني مروح يا القفصي، اقسم بالله مروح. والله ما ساره يا نعيمة هكا توا، اقعد اقعد. وانت يا القفصي قوم عاد امشي حضر لنا الفطور، تسخاير دخول الحمام كيما خروجه. يا القفصي صح يا القفصي برسم ميمتك صاحبي، خرجني صح فيس يزمني نروح القفصي، عندي قضية ارجون صاحبي خرجني برس تحنينة خرج. ايش بيك مفجوع يا سميرة؟ هيا معايا توا نخرجك. هيا الحمد لله عليه هذاك يفهم روحه ولا يحب يروح، خنرتاحوا منه ان شاء الله ما عادش يجي جملة للدار. برجولية ما عادش عايشة، صحابي اقرب الناس ليا الكلها طلعت تحشي فيه، في وجهك يضحكلك في ظهرك يحشيلك فيه. عمبو القفصي يا رسول الله يحب يختصمني جملة واحدة وزيد حسدني على شعري. القفصي اللي في بالي بيه ارجل واحد طلع يحسد فيها معايا على طرف الحم. يا ولدي اكثر شي من شلومة لمنيك طلع عنده صاحبته ويغيب فيها على ولد سامير. صحتك يا شلوم برجولية يا سميرة، انتي صاحبي ما عادش عندك بلاصة هون، هكا هو صحابك الكل صاحبي طلعوا يحشيولك فيه، يلزمك تقلب من البلاد الليلة قبل الغدو. آه ميمتي ميمتي، هذا يبين فيه سلعة منيكة ما نجموش، أخداني منه من الآخر ما نقدش روحي معاه. يا مي يا مي يا مي، وهذا يا ولد خالتي منيرة جارتنا، باش نعمل معاه العيب ما تجيش، أمه توصي فيا وتعاود عليه. يا ميمتي يا ميمتي يا ميمتي، ما بقالنا كان شعر القفة هذا، الحقيقة ما نعرفوش، انت شو هو في البحر خلي الشقف يخف. برا الله لا تربحك يا شيخ العطاي، هنا عن زب ورم النهار اللي قابلتك فيه، وزب ورم نبتة البعبونس ولا شو اسمه اللي مديت هيد، الواحد رصات له مطيش في زق البحر. هيا الوليد كالعادة اللي عجبته الحلقة متاع اليوم، ما ينسيش يعمل جيم على الفيديو ويخلينا كومنتير، واللي مش عامل ابوني يعمل ابوني صح، وميسيلش حطوا جيم وكومنتير في خاطر ولد سامير. ايا برا النسبة.